بسم الله الرحمن الرحيم. رح ناخذ اليوم طريقة عمل وردة البوف. الوردة هذه ميزتها انها تعطيكي شكل ناعم اذا استخدمتيها بخيط نحيف، بحيث انك لو شبكتيهم مع بعض راح يعطوكي ممكن مفرش، ممكن طاق للشعر، او ايش اي شكل انت تحبي تعمليه. فهذا هي عندي انا شكل بالخيط النحيف، وهذا عندي بشكل الخيط السميك. طبعا زي ما انتم شايفين الخيط السميك مو مرة حلو قد الخيط النحيف، فانا دائما افضل الخيط النحيف في الاشغال اللي زي كده الناعمة في الورود والمفارش، لان شكله حيطلع مرة لطيف. لكن انا دحين هستخدم معاكم خيط سميك حتى يبان شكل الشغل اثناء التصوير اوضح. فراح استخدم خيط صوف عادي، اي خيط عندك بدا سمك. حجم السنارة عندي 3.5. راح نبدأ بعمل 10 سلاسل. تسعة عشر راح نترك 5 سلاسل من البداية بعد الإبرة. نحسب نسيب دي اللي هي مكان ما احنا واقفين فيها، نعود من بعدها 1 2 3 4 5. بعد الخامسة راح ندخل بعدها في السادسة، نعمل منزلقة في 3 سلاسل اللي بعدها، راح نعمل منزلقة في الأولى، منزلقة في الثانية، ومنزلقة في الثالثة. كده راح نكون كوننا حلقة. بعد الثالثة خرجت منزلقة في الثالثة، ودي طريقة كوننا حلقة في منتصف. هنا راح نشتغل فيها البتلات. بعد كده بداية السطر الجديد راح تكون داخل هذه الحلقة. نلف الخيط حول الإبرة وندخل داخل الحلقة، نسحب الخيط ونرتفع للأعلى. كل ما ارتفعتي للأعلى كل ما كانت البتلة طويلة، وكل ما سحبت الخيط قصرتي طول البتلة. فطبعا الافضل انك انت تطوليها علشان يبان انه في شكل للبتله، فانا راح اعملها بدا الطول. نعمل هذه الحركه 4 مرات. هذه سحبنا الخيط المره الاولى، هذه المره الثانيه، المره الثالثه، المره الرابعه. كده راح يكون طول البتله. راح نسحب الخيط ونخرج من جميع الحلقات سويا ونقفلها بغرزة واحدة. نكرر هذه العملية. بعد كده نطلع 3 سلاسل ونعمل نفس البتلة في الحلقة. نطلع المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة الرابعة. نسحب الخيط من جميع الحلقات مع بعض، نقفلها بغرزة واحدة بهذا الشكل. راح نكرر نفس العملية دي، نطلع 3 سلاسل ونعمل بتلة 3 سلاسل حسب ما تحبي عدد البتلات. مثلا أنا أبغاها 6 بتلات، راح أكررها لغاية ما يتكون عندي 6 بتلات. طيب باقي لي بتلة واحدة. زي ما انتم شايفين انه الدائرة اللي في المنتصف هذه اتعبت بالبتلات، فأحيانا وانت بتشتغلي راح تحسي انه المكان ضيق عليكي. ممكن دحين باقي لي بتلة واحدة وما في فراغ، ممكن انا اسحب البتلات، ممكن البتلات تتحرك معاكي. ممكن بتلة البداية دي تسحبيها على ورا شوية وتدفي بقية البتلات، راح تتحرك معاكي. فصار عندي مساحة للبتلة الأخيرة، راح أعمل فيها آخر واحدة. نسحب من جميع الحلقات سويا ثلاث سلاسل، وآخر السطر راح أقفل بمنزلقة في رأس البتلة الأولى. هنا أسحب الخيط وأقفلها. إذا عندي خيوط يبغالها نخبيها راح نخبيها. وبكده نكون انتهينا من عمل
وردة البف سهلة وبسيطة وما تاخذ وقت طويل. راح اقص بصل خيط علشان النهاية. بهذا هذا الشكل شكل راح النهاية نخبي الوردة. الشكل زي ما انتم شايفين هي حتكون واحدة واحدة، اذا انتم تبوا تعملوها كوحدة تشبيك حتكون واحدة واحدة. وممكن في اذا تبي تعمليها كشكل متواصل زي هنا ما عملتها، راح تشتغلي بشكل متواصل، يعني تخلصي الوردة وتبدأي تطلعي من نهاية الوردة 10 سلاسل وتعمليها حلقة وتشتغلي داخل الدائرة زي ما عملنا هنا، وتستمري يعني ما تقصي الخيط وتعمليها وردة وردة، لا راح تكملي تسوي دوائر وتطلع من بعد التكفيلة الأخيرة تطلعي وتعملي حلقة جديدة وتكملي وهكذا إلى نهاية السطر. بالنسبة للتشبيك اللي يعني كذا سطر، أنا صراحة لسه ما أتقنته، لكن حوريكم اللي هنا جربتها. السطر الأول مشي معايا أوكي، لكن التشبيك في السطور الباقية ما عجبني، ما طلع مرتب مظبوط، فأنا لسه يعني ماني متقنة حكاية التشبيك حقت الوردات. فإن شاء الله لو أتقنتها راح أعلمكم عليها. لكن كبداية إذا أنتوا حابين تعملوها شريط أو سطر واحد زي أنا عملتها فهي راح تكون سهلة، ما هي مشكلة. وإذا حابينها إنها تكون واحدة واحدة وبعدين أنتوا تشبكوها مع بعض بسلاسل أو بغرز حشو برضو ممكن، لكن الفكرة هنا إني أوريكم وردة واحدة وأنتوا بعدين أطلقوا الخيال لإبداعكم، ونشوفكم مع بعض إن شاء الله في فيديو قادم بإذن الله.